مستمرين معكم بالاطباء السبعه، وهلا وصلنا لاسهل فقره في البرنامج وهي فقره المسابقه. سهل لاني دائما قاعد على الكرسي اليوم ما عملت شيء غير اني بسال. شرفتوني والله، يعني متالقه اليوم. شكرا. داخلي بثقه كالعاده كالعاده. داخلي تفوز كلكم زو داخلي تفوز. انسى الموضوع، طبعا العلم واسع ما شاء الله. شرفتنا كمان دكتور زيد. تعرف المسابقه، بديش اقعد اشرح دائما تحطني مع نغمه مشان تغلبني. بديش اقعد اشرح المسابقه ولكن بسيطه. في راح اعرض لكم اسئله على الشاشه، في اول شيء سؤالين، سؤال لك سؤال لها. السؤال راح يطلع على الشاشه، بدك تعرف الاجابه الصحيحه من الخيارات اللي موجوده. والسؤال الثاني راح يكون برضو سؤال لك، اربع خيارات تجاوبيها، بعدين راح اجاوبكم سؤال رقم واعراض. اللي بسال، اللي بنسال اول سؤال، اللي بساله سؤال هو راح يجاوب، بيطلع له اصعب سؤال دائما. طيب عشان هيك سؤال اول، السؤال الاول راح يكون مع نغم. السؤال الاول، السؤال الاول اعطونا اياه. السؤال الاول مش مشكله. في اي سنه تمت عمليه زراعه القلب للمره الاولى؟ سؤال تاريخي. 1900 1996، 1980، 1967. يعني سؤال بالنسبة لإلك نغم يعني سهل سؤال جدا. سؤال تاريخ مش سؤال طب. جدا جدا جدا. عشان سنة 1900 صح؟ عشان الناس يتعرفوا. اسمع، هو بعد 1901. والله جد. ساعدتك، استثنيت لك خيار. شكرا. نغم سريع، عندك جاوبينا واحد من الخيارات اللي موجودة. طيب أنا بجاوب 1980. 1980 جواب نهائي؟ في أي أنا؟ مصدر علمي ولا هو عبارة عن شنص و تخدير. جواب أنا؟ بس جواب نهائي؟ ان شاء الله. خلاص جواب نهائي. دكتور زي شو جوابه؟ انا بدي اتحزر 67. جواب نهائي برضه؟ اكيد مش 1900 ومش 1996. طيب الخيار راح يكون لا جواب لنغم، انت حتى لو كنت صح راح استثنيك. نعم. جوابي غلط وجوابي دكتور هو الصح. صح. اول عمليه زراعه قلب تمت يا جماعه 1967. بتحب تعرفوا مين اللي زرع او تخيلوا مين؟ كان قرد، وكانت بساوث افريكا. صح والله. نعم. كانت بجنوب افريقيا. الدكتور نعم. اسمه كريستيان برناند، مولود سنه 1922 في كيب تاون يوم 3 1967، نقل قلب انسان متوفي لاخر بعد عمليه جراحيه استمرت 9 ساعات. تخيلوا. بس ازيدك شويه، كان قبلها نقل قلب قرد، كان يجرب قبل لما نجحت معه مع القرد. سبحان الله. طيب نروح للسؤال اللي بعده للدكتور زيد. اعطونا السؤال اللي بعده. سؤال تاريخ. انا مصر انه تاريخ. كم يبلغ عدد فقرات العمود الفقري في جسم الانسان؟ 27 فقره، 33 فقره، 45 فقره، 52 فقره. سؤال برضه دكتور يعني سهل. خلينا نعدهم سوا. المخرج بحكي لك مع العصعوص ولا بدون؟ مع العصعوص. هلا عندك 7 بالرقبة. اجمعي معهم عشان بلكي. وعندك 12 بالظهر. وعندك 19 5 5 بالمنطقة القطنية. قد ايه صاروا هذول؟ 7 و12 و5 عم تحكي على ما بعرف نجمع. هي 24. اوكي. وعندك اس 1 2 3. هي عندك كمان 3. يعني 23. وشكله في شغلات احنا ما بنعرفها فبحكي لك 27. هذا اللي بتذكره انا. بس والله حبيت طريقه صح؟ الواحد بده يفكر شوي. صح؟ بقول 27 انا. فكروا مع بعض. عم بعطينا فرصه نغير راينا. عندك 7. فكروا فكروا. واوقات بكون عشان جاوب غلط. فكروا فكروا. انا اسمع، انا متاكد منهم. عندك 7 و12 7 و12. فكروا فكروا. في كثير اسئله. فكروا. 7 و12 و5. فكر فكر فكر. 27 فكري اكثر. لحظه 7 و12 قد ايه؟ 19 و10. فكروا. 29 ما عندكش 29 هون. خلص 30. اقرب شيء 27. خليها 27. فكروا. انت اصلا جواب دكتور 27. 27 يا 27 يا 33. اختار واحد فيهم. ها 27. اختار واحد. انا بجاوب 33. انا بكل فكره ما فيش واحد يجاوب سؤال. شو 27 جواب نهائي؟ جواب غلط. 33 هو الجواب الصح. قلت لك. طيب رح نروح على الخيار اللي بعد 33. انا عديتهم 30 صحيح. رح نحكي لكم اياهم بس عشان الوقت معناش الوقت. يلا عيد لي اياهم. ايش هم؟ 7 ما معنا وقت لانه في المخرج رح ينجن. طيب في رقم رح نعرضه هلا على الشاشه او بدام ما رح نعرضه. دام بدي اعرض لك اياه. ما بدي اعرض لك اياه. احكي لنا الرقم. الرقم بدي احكي لك اياه بدكم تعرضوه ولا لا؟ بدهم يحكوا حكي. ما بدهم يعرضوا. انا عندي الرقم. طيب. طيب. هذا الرقم هو إشي دلالة على جسم الإنسان بدك تعرفيه. بسيط. 45. شو بسيط؟ شو اللي بسطة؟ سنتي. يلا بدي أساعدك. طول
الشريان الابهر وال 45 سم تاكد من انه انا يعني تقريبا تقريبا لا حسب طول البني ادم طول عظمه لا وال عظمه 45 سم هاي عظمه ديناصور شو 45 يعني قريبه من العظمه طول إشي يعني هو ولا قريبه من العظمه 45 قريبه من العظمه يعني عضله شو ما في شيء قريبه من العضله مش عظمه شريان يعني لا وتر لا عصب لا الامعاء الحذر الامعاء لا لا مش امعاء مع اطول ديدنم. انت بلاحظ الدكتور زيد هلا مين الفايز هلا دكتور زيد لحظه يعني 1-0 اذا ما جاوبت هلا خلص عم بستثني لي اشياء في عندك جواب تجاوبي الجلد طول 45 دكتور زيد انت راح كمان جواب تخسر بوينت انك بتحذر وما فيش شيء بتجاوبه يعني انا عم بقترح على الدكتور يعني مبدع خليك فايز دكتوري معلمي خليك فايز 45 سنتي دكتور زيد خليك فايز يعني عشان ما حدا خلص انا راح اسكت شو بسرعه سريعا انا عارف الجواب ولا لا اكيد عارف الجواب 45 سم هو طول الحبل الشوكي جواب غلط جوابي ما بعرف للاسف ما في داعي اعرض ما في داعي اعطي سؤال بعد هيك يعني انت اسمعي طب اسمعي بتحب نساعدها نعطيك كمان فرصه انا بساعدها لا نعطيك فرصه طيب يلا نعطي نساعدها عشان نقيت علي اني بفوز اني عم بخسر اذا جاوبتي على السؤال اللي راح احكي لك اياه هلا بتعادلي دكتور زيد مش طيب. بتفوز عليه بتعادلي هو فايز طيب بس شرط انه يكون سؤال منطقي منطقي جدا الى ماذا تشير اي او كل من الاعراض التاليه ارهاق الحمى الام المفاصل وتيبسها هزال طفح جلدي على شكل فراشه الوجه اسال ايه يغطي الخدود احنا عربي يعني في هلو ايفريوان هو از واتشينج سمين دكتور سو وي ار ان يو اس احنا بنحكي عربي حمى الذؤابيه حمى الذؤابيه او روزيشيا خليني اكمل لانه لسه ما على الوجه يغطي الخدود وجسر الانف او طفح جلدي في اماكن اخرى تحول لون اصابع اليدين والقدمين الى اللون الابيض او الازرق عند التعرض للبرد او الضغط النفسي رينوتس فينومينا ضيق في التنفس احيانا لا يعني انكم موجود ايش هو الحمى الذؤابية الذؤبة الحمراء أو الحمى الذؤابية يحدث مرض الحمى الذؤابية عند مهاجمة جهازك المناعي لأنسجة جسمك وأعضائه يعني مرض مناعي autoimmune disease ويمكن أن يصيب صرت أحكي إنجليزي أنا من طيب أوكي مرض في مناعة في المناعة الذاتية للجسم ويمكن أن يصيب الالتهاب الناتج عن مرض الذئبة الحمراء العديد من أجهزة الجسم المختلفة ما في ذلك المفاصل والجلد والكلى وكرات الدم والدماغ والقلب والرئتين حلو السؤال صح يعني الجسم بيهاجم ممكن ياثر على الجهاز المناعي بيهاجم دائما الخلفه عندك متاثره اهم شيء طيب على فكره للاسف انا بدي احكي لكم تعادلتوا مع انه هو الفايز تزعليش مني راح نستمر الاطباء السمع خليكم معنا وراح نشوفهم بالحلقات والفقرات القادمه ان شاء الله